حسين سالم رجل الظل الذي اختار أن يكون بعيداً عن الأضواء وأن يكون مهندساً للكواليس السياسية وإمبراطوراً لرجال الأعمال. ولد حسين سالم عام 1928 وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة. خدم حسين سالم بالقوات الجوية المصرية ثم بجهاز المخابرات العامة قبل حرب 67، وبعدها تعرف على الرئيس حسني مبارك وتوطدت الصلة بينهما على مدار سنوات طويلة ليصبح سالم كاتم أسرار مبارك ورجله الأول. في عالم المال والأعمال يعتبر حسين سالم الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ، حيث أنه أول من استثمر بها عام 1982، ويعتبر خليج نعمة بالكامل من ممتلكاته، بالإضافة إلى عدة منتجعات سياحية منها موفنبيك، وهو الفندق الذي تقام به كافة المؤتمرات الدولية. لعب حسين سالم دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز الشرق المتوسط التي يمتلكها. ومع ثورة 25 من يناير التي أطاحت بنظام مبارك والتي غادر حسين سالم القطر المصري خلال أحداثها هاربا إلى الخارج، كشف الستار عن رجل مبارك وصديقه الشخصي وشريكه في اتهامات عديدة على رأسها قضية القرن والتي تم تبرئته فيها، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل والتي تم تبرئته فيها هي الأخرى، إلا أنه لا زال على ذمة قضايا فساد مالي أخرى. يذكر أن حسين سالم تقدم بطلب إلى النائب العام للتنازل عن نصف ثروته لخزينة البلاد، كما أكد أنه لن يتراجع عن ذلك الطلب حتى ولو حصل على البراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وحتى هذه اللحظة حسين سالم خارج القطر المصري وأمواله موقوفة بأمر من النائب العام. حسين سالم العجوز المخضرم الذي عاش حياته غامضا يحوي بين طيات حياته أسرارا وملفات شائكة حول حقبة زمنية عاشتها البلاد.